نافي من عمر عامر جبور ام خلكي بعشيقة وقت داعش هات ام هات نفرة خلكي ام هات نخانكي و ام معمل فكر يعني كنجي عراقي صافية يعني طحيني باقجة وشرافي صحية يعني جملة ومفرد يعني كتوكم جملة ومفرد و يعني اف شغله كفنا يعني بابي من وبابيره من اف شغلوان يعني بري اه شغلوان بري يعني بري ام الموصل شو الكل باشي بغداد باشي ام بعشيقه وقتي ام هات نفر ام الفرشي فكن والله شغل من يعني باقجة هي تشتكي نخوش بس يعني بشكل اللغة الكردية بشكل بامن بشكل زحمة بس الزانم يعني بشكل زانم يعني أسكارم يعني يعني بالعربي أقدر أمشي حالي وياهم يعني بس أهل خانك يعني ناس طيبين والله يحفظهم يعني هم يساعدوني باللغه وما يقصرون وياي يعني اكثر شيء يسالوني يعني السعر يعني كم العربي يعني بسيار قلقي بسيار يعني بس كندي او بس سعر حمو زانم اه طلبي نجر ترسر زبون هكا كندي فيت هكا 5 كيلو 100 كيلو يعني زبون كندي فيت اس تشيكم هو صيا وهكا زبون نافيت اس تشيكم او شيء يعني ما انا كتكم جمله مفرد ما انا عالمتي واصدمها جمله بوزي سيميل خانك بخدي نانو يعني صب نبو ام هيفك فكر يعني عالم نزانت نهو اي حتى عالم بشكل زانت باشي عالم ديو هاك طلبي وشيكت ان شاء الله شو الهبت ان شاء الله اي اكيد هاك طلب يعني هاك بشكل شو الهبت وطلبيه يعني طلبيه هي ام بشكل جهه فريه لازم تجهه فريه اجبر عامل اجبر شتوتي يعني لازم جهه فريه ما عمل طحيني لازم بشكل مظنبو ايه لازم جهه فرايا حتى ايه كبر اخت اخوك شيت كد وطحيني باقش بود لازم هو صح عم تكاري بس انه يعني نبو هيفك ام فكر يعني انه ماكينه نينا يعني بس ايك ماكينه هيا هكا بس بشك ماكينه يا صابونه ويا حلاوه ويا زيت الزيتون ام حموتش تشيكن صابون وحلاوه وزيت الزيتون بس حموتش درجه ايك يعني بدست ايه منين استورت يا عراقي صافي انه ام تقريبا جاهز وكا صابون وحلاوه و بدي بس جاهز ما انا ام جديد ما انا قلت ام جديد فكر ام تشتكي جاهز كريا حتى بس اجبر طلبي الزبون اجبر طلبي الزبون ام دنا الزبون اجبر طلبي الزبون يعني ايه بس حتى بتشك شو الهبت ايه ام جهه فريا ام تكريا يعني مثلا جهاز وام حمي تشيكر يعني مثلا وكا صابون وكا قلت حلاوه دبس ان شاء الله والله كرما لا بابي منها شت توزيع كر بابي منها شت سيميل وتقريبا نجت دهوك وزاخو منقو نبو هيفك باشي ام جينا دهوك وزاخو بس نو تقريبا سيميل وخانكي وكم بايا خانكي نو بس الفرق ام توزيع كر بس بشك حتى عالم زانت طحيني هيا وطحيني باش وباقجة يعني كنجي عراقي صافية بأي إضافة صافية اي بس حتى شو الهبت باش يعني جنا دهوك وزاخو بابي من توزيع كر او وكا يعني وكا تدبيج وكا علانة او اتقري يعني اي من اول ام فكر حتى انهو كي تجارك دو سي جارة تدبيج الطحينتا ما شاء الله درجة ايك وقلك باقجة ما انا كنجي عراقي صافية يعني بدون اي اضافات يعني تدخوي الطحيني صافي اي